مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ خلو المملكة من أي نوع تواجد أي نوع من أنواع الغيوم، باستثناء وجود بعض الغيوم العالية ستتواجد في شمال المملكة، وأيضا بعض الغيوم المنخفضة الركامية موجودة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. أما صور درجات الحرارة فنلاحظ أن هناك كتلة هوائية دافئة إلى حارة تندفع باتجاه المملكة. هذا اللون الأخضر هو درجات الحرارة الأبرد، اللون الأصفر درجات الحرارة الأعلى، أما اللون الأحمر هو درجات الحرارة الأعلى أو الحارة، وهي تقريبا تقترب رويدا رويدا من المناطق الجنوبية والغربية باتجاه المناطق الشمالية وأيضا المناطق الوسطى. إذن هناك ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء مغبرة تميل إلى البرودة خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الصغرى المتوقعة في الرياض 12 درجة مئوي، لكن الصغرى الملموسة بحدود 10 درجات مئوية، والرطوبة النسبية منخفضة حوالي 35%. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في الرياض، يوم غد الثلاثاء أجواء مشمسة لطيفة في النهار وأيضا تميل إلى البرودة قليلا بعد منتصف الليل. العظمى المتوقعة 24 والصغرى 14. يوم الأربعاء أجواء مشمسة ومعتدلة نهارا والعظمى 27، لكن الأجواء في الليل هي أجواء صافية ولطيفة تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر. العظمى 27 والصغرى 16. يوم الخميس ارتفاع آخر، إذا الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، تظهر السحب العالية. العظمى المتوقعة 29 درجة مئوي، أجواء معتدلة، وأيضا بالليل بتكون الأجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى بتسجل 19 درجة. إذا زي ما احنا ملاحظين في هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ما بين الثلاثاء، الأربعاء ارتفاع ويوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية: سكاكا 23-11، تبوك 25-10، عرعر 21-11. طبعا أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية أحيانا، والغربية من المملكة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، أيضا مشمسة نهارا صافية ليلا. درجة الحرارة العظمى في المدينة 30، الصغرى 18، جدة 30-20، مكة المكرمة العظمى 34. أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، لكنها ما بين لطيفة إلى معتدلة ليلا. الطائف أيضا أجواء مشمسة، العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا بغيوم منخفضة، وأيضا هناك احتمال بعض الأمطار المتفرقة في جازان. الباحة العظمى 20 والصغرى 13، أبها 22-13، جازان 29-25 درجة مئوي. المناطق الشرقية من المملكة أجواء لطيفة بالنهار لكن تميل إلى البرودة بالليل. حفر الباطن العظمى 23 والصغرى 12، الدمام العظمى 25 والصغرى 13، الإحساء العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوي. في المنطقة الوسطى في الحائل طبعا أجواء بشكل عام أجواء النهار أجواء مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية، أيضا معتدلة من حيث درجة الحرارة. العظمى المتوقعة في حائل 24 والصغرى 13، بريدة العظمى 23 والصغرى 12، في الرياض العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات سعيدة وموفقة.